هيكون معانا مداخلة. الو الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو يا فندم. مساء الخير يا فندم. معانا دكتور شوكت المصري المدير التنفيذي لأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا مدام شهيرة ومساء ممكن الخير على برنامج. اشكرك اشكرك اشكرك. اهلا مبروك على البرنامج وان شاء الله يكون انطلاقه مهمه جدا في الاعلام. اشكرك اشكرك جدا. ممكن حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات الخاصه بمعرض الكتاب لاستقبال الاعداد اللي بتبقى ضخمه من الزائرين؟ هو ان شاء الله المعرض بكره هيتم افتتاحه في تمام الساعه 1 ظهرا. الافتتاح الرسمي للمعرض هيفتح ابواب الجمهور يوم 23 يناير بعد بكره بدءا من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 8 مساء. المعرض السنة دي بيستضيف طبعا دولة السنغال الأفريقية ضيف شرف، وشخصية المعرض هو الكاتب والمفكر المصري الكبير الدكتور جمال حمدان. المعرض بيحتفل السنة دي ب 51 سنة على انطلاقته كواحد من أكبر المعارض العربية وفي العالم كله، تاني أكبر معرض في العالم بعد معرض فرانكفورت، بأكثر مشاركات في فعاليات حوالي أكثر من 3000 مشارك في الفعاليات و904 فعالية ثقافية وفنية وسينمائية ومسرحية. يعني المعرض طبعا لو هنتكلم عن دور النشر فاحنا بنتكلم على ما يزيد عن 900 دار نشر من مصر ومستوى العالم، بزيادة 3 دول عن العام الماضي كمان من دول العالم المشاركة، وبنتكلم عن إقبال غير مسبوق من الناشرين لانه بيتجاوز السنه اللي فاتت ب 30% زياده في عدد الناشرين المشاركين من مختلف انحاء العالم. الحقيقه السنه دي بنقول ان هو معرض المليون كتاب، ودي سابقه يعني. هو السنه دي في حاجات كتيره جدا جديده في المعرض. عايز اقول ان النقله اللي اتنقلت انا معرض الكتاب السنه اللي فاتت من مركز من ارض المعارض القديمه في مدينه نصر لمركز مصر المعارض اللي على محور المشير كانت نقله مش بس نوعيه على مستوى الخدمات الموجوده في ارض المعارض وعلى مستوى الشكل، لكن كمان على مستوى عدد الناشرين واللي بيقدموه للقراء داخل المعرض بدون اي تاثير على اسعار الكتب الموجوده تماما او بدون اي اعباء بتضاف على الناشرين دول. احنا عندنا يعني عايز اتكلم على عده انشطه كبيره جدا داخل المعرض. يا ريت، كنت عايز اعرف من حضرتك الفعاليات الثقافيه يعني اللي موجوده يعني والانشطه. الموضوع يعني بالفعل يعني مرهق جدا عقليا لاستيعابه. احنا بنتكلم على عروض باليه على المسرح وعروض فرقه رضا والموسيقى العربيه وفرق موسيقى جاز، وبالتعاون بين كافه قطاعات وزاره الثقافه الاوبرا واكاديميه الفنون وغيرها كلها مجانيه، بالاضافه للقاءات مع اكثر من 12 نجم سينما ومسرح. عندنا الفنانه يسرى والفنانه لبلبه وسميحه ايوب وعدد كبير ومحمد فراج والنبوي، وعدد كبير جدا من الفنانين هيشارك في قاعه السينما، بالاضافه لعروض سينما موجوده في مجانا للقدم الجمهور ده على المسرح والسينما. المسرح كمان بيستضيف فرقة الفنان عبد الرحمن العامري من اليمن، وبيستضيف فرق موسيقية كبيرة. يعني احنا عندنا الفرقة القومية للموسيقى العربية وفرقة ام كلثوم وفرقة عبد الوهاب وعدد فرق كبير جدا على المسرح. لو بنتكلم على الفعاليات السكرية في القاعة الرئيسية فاحنا عندنا الثلاث محاور رئيسية. المحور اللي هو خاص بايه؟ المحور المعرض الاساسي اللي هو مصر افريقيا ثقافه التنوع، اللي بيقدم 12 يوم منهم 6 ايام اللي هو الاسبوع الثاني من المعرض بالتعاون مع كليه الدراسات الافريقيه العليا، مؤتمر مصغر عن افريقيا والسياسات الافريقيه والوحده الافريقيه وغيرها. عندنا كمان المحور الثاني اللي هو جمال حمدان، احنا بنقدم 8 كتب السنه دي من مؤلفات جمال حمدان، وبنقدم عنه اللي هو كتاب شخصيه مصر وكتاب القاهره واستراتيجيه استعمار التحرير، كل ده هيبقى منتجات الاسره باسعار شهيده جدا، بالاضافه لكتاب كوميكس الاطفال مع بازل بيكونوه في الاطفال اسمه المهنه جغرافي، وبالاضافه لكتاب عن عروض لكتب ومناقشات لكتب جمال حمدان بيشارك فيها 34 باحث واستاذ جامعي منهم من 5 دول عربيه، من السودان ومن العراق ومن السعوديه ومن غيرها من دول عربيه. ده على مستوى المحور الثاني اللي هو محور جمال حمدان اللي بيتكلم على سيرته ومسيرته ومؤلفاته وافكاره وغيرها. المحور الثالث في القاعه الرئيسيه قاعه جمال حمدان هيبقى اللقاء الفكري، واللي بيشرفه السنه دي طبعا على راسهم نادل كمانديل
حفيدك الرمز الافريقي الكبير نيلسون مانديلا بتشارك بلقاء فكري بتتكلم عن كتابها الجديد الدكتوره مهندسه رشا قلج المراه الاكثر تاثيرا في افريقيا 2019 الدكتور هاني عازر طبعا المهندس هاني عازر المهندس المعروف في المانيا وهو سفير لمعرض القاره الدولي للكتاب والدكتور زاهي حواس والشاعر فاروق جويتا ويعني وطارق الطيب الكاتب السوداني المعروف و عدد كبير جدا الاستاذه امينه نقاش بتشارك معانا في القاعه الرئيسيه بلقاء فكري ليها فعندنا عدد كبير جدا من اللقاءات الفكريه مع مفكرين كبار مصريين وعرب واجانب. قاعه ضيف الشرف بتحفل بالفعاليات الخاصه بدوله السنغال بما فيها فرق فنيه وما فيها مشاركات رسميه للوفد الدبلوماسي اللي بيشارك في المعرض. عندنا نشاط الطفل اللي السنه دي لاول مره في المعرض بيتقسم على مكانين مكان منهم في قاعة ثلاثة عشان بس المشاهدين الكرام يبقوا واخدين بالهم أول ما يخش المعرض بيبقى على شماله على يمينه قاعة واحد واثنين وعلى شماله قاعة ثلاثة وأربعة في قاعة ثلاثة بتستضيف معرض الطفل اللي بيستضيف النشاط الرئيسي للأطفال بعدد ورش يتجاوز يصل إلى 200 فعالية للأطفال ما بين رسم وتلوين وورش حكي وورش تفاعلية وكل ده برضه مجانا للاطفال طبعا مضمنه فيهم نشاط الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه حتى لا يشعروا بالتفرقه اصلا بينهم وبين الاطفال العاديين يعني بالاضافه لنشاط الطفل اللي راح السنه دي جزء منه لقاع واحد على يمين الباب الرئيسي باب الرئيسي للمعرض علشان يبقى برضه تقدر الاسر انها تلاقي مكان لاطفالها في الجناحين الكبار الاثنين اللي في المعرض واحد واثنين وثلاثه واربعه. يمكن الحاجه الجديده اللي حابب اتكلم فيها السنه دي واللي هيلاحظها جمهور المعرض واللي انا شايف انها شخصيا شايف انها من اهم الحاجات اللي عملتها اللجنه الفنيه للمعرض هي كشك الموسيقى اللي بيقدم 60 ساعه موسيقى في الكشك رقم واحد و60 ساعه موسيقى في الكشك رقم اثنين بعدد عازفين يتجاوز ال 60 عازف بيعزفوا كمانجا وفلوت وعود وكونترباس وانون وربابه وسمسميه وبيقدموا خمس ساعات متواليه موسيقى في كل كشك. طبعا مجهود كبير جدا للجنه الفنيه بصراحه بعضويه الدكتور سامح صابر استاذ الباليه والدكتور ايمن الشيوي الفنان المصري المعروف والفنان حسن زكي الملحن والدكتور محمود مخيمر والدكتور وليد شوشه مجموعه كبيره جدا من الفنانين شاركوا ومعانا في النشاط الفني. احنا بنعرض السنه دي كمان بيتر والذئب من مسرح الباليه من مركز تنميه المواهب دار الاوبرا المصريه وبنعرض الليله الكبيره العرايس مرتين في المعرض وبنعمل قاعدين الليله الكبيره كمان للباليه لفرقه مركز تنميه المواهب باخراج الدكتوره عائشه وهو عرض معروف جدا. الحقيقه لو حبيت اتكلم على انشطه المعرض انا لسه بتكلم عن قاعه المستقبل اللي بتقدم ست دورات تدريبيه مجانيه في رياده الاعمال وفي المشروعات الصغيره وفي القائد الافرو عربي اللي بيقدمهم مؤسسه القاده تطوعيا مجانا للمتدربين اللي قدموا واخترنا من 7000 ومتقدم 600 شاب هيقوموا بالحصول على هذه الدورات داخل المعرض. دكتور شوكت احنا بنشكر يعني حضرتك جدا وهيكون معانا متابعات لانشطه المعرض بشكل مستمر ويومي خلال الايام القادمه مع حلقات برنامجنا.